ليش بنتعلم إدارة إلكترونية؟ ليش الإدارة الإلكترونية مهمة؟ أولاً، في عندي تطور نوعي وكمي في مجال تقنية المعلومات، إذا ما واكبته أنا بخرج من سوق المنافسة، إذا ما واكبته غيري بواكب وبسبقني، وبالآخر أنا بنتهي وبندثر مكاني لأني ما واكبت التطور في تكنولوجيا المعلومات. وأشهر مثال هالكلام شركة نوكيا اللي ما واكبت احتياجات الناس، ما واكبت التطور في شاشات اللمس لعين ما خرج السوق من إيدها. وكمان شركة كوداك اللي ما واكبت التصوير الرقمي وتمت تعتمد على أفلام لعين ما الشركة أفلست وباعت كل منتجاتها. النقطة الثانية، الاستجابة لتحديات القرن 21. في القرن 21 الأهمية مش للي بيزرع أكثر أو للي عنده عمال أكثر أو مصنعه أكبر، الأهمية اللي عنده معلومات أكثر، اللي عنده تكنولوجيا متطور أكثر. الإدارة الإلكترونية عملت عندي فرص وتهديدات، فرص ممكن أستغلها وتهديدات ممكن تنهي وجودي. في أن بعض العناصر أثرت على خلق الفرص وفرض التهديدات في الإدارة الإلكترونية. أول عنصر انبثاق ثورة المعلومات والمعرفة. العنصر الثاني فرص وتحديات تكنولوجيا المعلومات، ثورة الأعمال أو الإنترنت، العولمة، والتغيرات الجذرية المستمرة في بيئة الأعمال. لو جينا لكل نقطة لحال، بنبدأ بانبثاق ثورة المعلومات والمعرفة. العصر اللي احنا فيه الآن هو عصر انفجار المعلومات. المعلومات قاعدة تتطور، بتزيد بطريقة مش قادرين نضبطها. المعلومات بتزيد بشكل كبير جدا. اللي بيقدر ينظم المعلومات اللي عنده يستفيد منها بسبق غيره. من مظاهر ثورة المعلومات والمعرفة صار عندي إيش اسمه العالم الرقمي. صار في عندي على الحاسوب عالم كامل، سواء وسائل التواصل الاجتماعي، سواء أعمال إلكترونية، سواء موظفين شغلهم فقط على الحاسوب والإنترنت. في عندي كمان التطور النوعي في نظم وتقنيات المعلومات. في عندي دائما في تطورات، إذا بتتأخر شوي غيرك بسبقك. البث الفضائي المباشر، العالم كله صار قرية مضغوطة صغيرة بتقدر تشوف كل الناس وين ما كان، ما في عندي حدود، ما في عندي مسافات، لكن هذه القرية الصغيرة مفتوحة الآفاق، غير واضحة المعالم، محدش عارف لوين ممكن توصل. أبلغ مثال، القرية اللي اسمها الفيسبوك بتقدر توصل لكل الناس، بتحسوا حالكم في قرية صغيرة، لكن ما بتقدروا تحددوا لوين القرية، لوين واصلة. في عنا قرية ثانية اسمها الانستغرام، عالم ثاني مختلف تماما عن الفيسبوك ولخصائصه الخاصة فيه، وغيرها الكثير. الحضارة الحالية بتسند للمعلومات، والمعلومات تخلصش. كل ما عندكم معلومات أكثر، كل ما كان وضعكم أفضل في السوق. الأصل إنه الحضارة تعيد بناء هيكل التعليم في ضوء أهمية المعلومات والمعرفة، أو تغير تعريف البحث العلمي وتنظم وسائل الاتصال. باختصار، كان من زمان الطالب يروح على المكتبة يفتح كتاب يلاقي معلومات. حاليا بطل يصير هيك الوضع، صار أنا على الإنترنت، على جوجل، على ويكيبيديا، بجيب المعلومة اللي بدي إياها بلحظة. بطل يصير الهدف من التعليم إنه يكسب الطالب المعلومة. المعلومة موجودة، المعلومة مش نادرة، المعلومة مش صعب الحصول عليها، المعلومة موجودة عندي. كيف أنظمها وكيف أستفيد منها بطريقة عالية جدا؟ أحد التحديات الموجودة أمام التعليم وخاصة التعليم الإلكتروني. إذا ما غير وسائل التعليم من الحفظ والبصم لكيف أستفيد من المعلومة الموجودة قدامي وبسهولة بحصل عليها، بتضيع علينا فرصة كثيرة. الحضارة الحالية بتعتمد على اقتصاد المعلومات. من زمان كان في عنا اقتصاد زراعي، اللي يملك أراضي أكثر، عنده عمال أكثر، بيقدر يزرعه، هو سابق غيره. بعدها اجت الثورة الصناعية، اللي عنده مصانع أكثر، اللي عنده عمال أكثر، اللي بيقدر يصنع أكثر بطريقة أفضل هو اللي بسبق غيره. حاليا اللي عنده معلومات أكثر
اللي بيقدر ينظم معلوماته، اللي بيقدر يستفيد من معلوماته أكثر هو اللي بيسبق غيره. هذا الكلام أدى لظهور نظام لإنتاج الثروات لا يقوم على العضلات ولا على الآلة، بل يقوم على العقل. مثال بيل جيتس أو ستيف جوبز أو مارك زوكربيرغ، صار الواحد منهم معه مصاري كتير، صار يؤثر في العالم كله بدون ما يكون عنده عضلات، بدون ما يكون عنده آلات، فقط عبارة عن عقل استطاع أنه ينتج بعض برامج الكمبيوتر اللي جعلته من أثرى الأثرياء في العالم. ظهر عندي إشي اسمه مجتمع المعلومات، صار عندي معالجة البيانات، إنتاج معلومات، خلق قيمة من هاي المعلومات من أهم الأمور في المنظمات. هاي الثورة ألغت الزمان، ألغت المكان. لما بدي أوصل لأي معلومة، لما بدي أوصل لأي ناس مباشرة بنفس اللحظة بغض النظر عن الزمان أو المكان، بقدر أوصل للي بدي إياه.